One, two, three, come on! السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ريلمي أعلنت عن 3 موبايلات أخيرا، وهما الريلمي 7 والريلمي 7 برو والريلمي سي 17. فالنهاردة هنتكلم عن الريلمي سي 17، لأن احنا اتكلمنا عن الموبايلات التانية دي في فيديوهات فاتت. لو حابب تشوفها هتلاقيها موجودة تحت الفيديو في صندوق الوصف. مهم جدا انك تكمل معايا فيديو النهاردة، لان احنا هنتكلم عن كمان المسابقة والهدية اللي كنت وعدتكم بيها، هتلاقي التفاصيل بتاعتها في آخر الفيديو، فلازم تكمل معايا الفيديو للآخر. والنهاردة هنتكلم عن كل المواصفات والتفاصيل بتاعة الريلمي سي 17، واللي ايه هي المميزات والعيوب بتاعته، وايه هي التطوير بالنسبة للإصدار اللي فات وهو الريلمي سي 15، وهل هو منافس كفاية انك تشتريه وتفضله على موبايلات تانية في الفئة. كمل معايا الفيديو للآخر، وما تنساش تشترك في القناة، تشغل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد أول بأول. وأهلا بيك. الصراحة الموبايل شكله عجبني، عندك في الظهر مستطيل، الكاميرات عريض شوية، ومكان بصمة الصباع كمان في الظهر، وألوانه جاية باللون الأزرق والأخضر، ويعتبر فيه تجديد واختلاف كبير عن تصميم الريلمي سي 15. الخامات هنا طبعا زي المعتاد في الفئة دي، وهي من البلاستيك، والموبايل يعتبر طارد لقطرات المية الخفيفة. وزنه 188 جرام، وسمكه 8.5 مليمتر، يعني هيكون سهل الاستخدام بالإيد الواحدة، ومش هتحس بتقل أو مضايقة وانت ماسك التليفون. تقدر كمان تشغل شريحتين وكارت ذاكرة في نفس الوقت. وبشكل عام التصميم هنا يعتبر من ضمن نقط التطوير اللي بتفرق الموبايل ده عن الريلمي سي 15، واللي بتخليه اختيار كويس في الفئة بتاعته. شاشة من نوع IPS LCD بثقب للكاميرا الأمامية فوق على الجنب، بمساحة 6.5 بوصة، جودة HD+ بدقة 720x1600 بيكسل، مع كثافة بيكسلات 270 لكل إنش. الشاشة بتدعم أبعاد عرض 9x20، وكمان عليها طبقة حماية من كورنينج غوريلا. بتدعم كمان أوضاع كتير زي الدارك مود، واللي بيحول لك الموبايل بالكامل للون الأسود، وأوضاع حماية العين وغيره. الشاشة هنا بتستغل من واجهة الموبايل بنسبة 90%، والشركة اعتمدت على الدعاية بتاعتها ان الميزة الرئيسية في الموبايل ده هو انه يعتبر ارخص موبايل بيقدم لك معدل تحديث الشاشة طبعا 90 هرتز، وده بيخليها سلسة ومميزة في التصفح والألعاب والاستخدام بشكل عام. ولكن مع ذلك لو فكرت شوية، فانت عندك موبايل بيقدم دقة او جودة اعلى من دي بدقة مثلا فول HD+ وبسعر اقل من كده، وهو الريدمي 9 من شاومي، فهل المستخدم هنا هيفضل معدل التحديث العالي ولا الدقة الاعلى؟ طبعا هنا ليك الحكم، لان بصراحة الاتنين مميزات اجمل من بعض وممكن تحتار فيهم شوية. فبالنسبة لك الدقة الأعلى هي الأفضل ولا معدل التحديث بتاع الشاشة الأعلى هو الأفضل؟ المعالج هنا من سناب دراجون هو 460 بتكنولوجيا 11 نانو، وهو نفس المعالج اللي شفناه في النوكيا 3.4 والأوبو A53، مع معالج رسومي أدرينو 610. الموبايل جاي بنظام تشغيل أندرويد 10 مع واجهة ريلمي الجديدة، وجاي بمساحة 128 جيجا مساحة تخزين مع 6 جيجا رام، وبتيجي الذاكرة الداخلية هنا من نوع UFS 2.1، وده نوع سريع هيخلي الاستخدام سلس أكتر ومفيهوش مشاكل وتهنيج معاك. كمان مع الواجهة الجميلة بتاعة ريلمي وأندرويد 10، فده هيخلي التصفح في الموبايل في منتهى الجمال. أما بقى لمحبين الألعاب، فالمعالج ده مش قوي كفاية انه نعتمد عليه كليا في الألعاب، او حتى انه يكون منافس قوي. يعني على سبيل المثال هيشغل لك ببجي على اعدادات جرافيك متوسطة، ودي اقصى حاجة ممكن يقدمها لك، كذلك الفريمات بتاعته. فلو انت عايز موبايل للألعاب بشكل اساسي، فاعتقد يعني في اكثر من اختيار مناسب ليك افضل من الموبايل ده في الفئة السعرية دي. الكاميرا الأمامية جاية بدقة 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.0. أما الكاميرا الخلفية واللي جاية بإطار بارز على الظهر شوية، فبتيجي بأربع عدسات. الأولى والأساسية بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2، والتانية عدسة واسعة أو للتصوير الواسع جاية بدقة 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.2، والكاميرا الثالثة 2 ميجا بيكسل وهي تصوير ماكرو أو التصوير عن قرب، والرابعة عدسة بلاك أند وايت أو التصوير بالأبيض والأسود.
اسود مع وجود فلاش هيد. الكاميرات بتدي لك تصوير فيديوهات بجودة فول اتش دي و اتش دي بمعدل التقاط 30 اطار في الثانية. الكاميرات بتقدم تجربة عادية ما فيهاش تميز كبير، وبصراحة بالسعر ده واقل كمان تقدر تجيب كاميرات افضل بكتير لو انت من عشاق التصوير. يعني عندك مثلا كاميرا الاونر 9 اكس لايت ب 3000 جنيه الموبايل، اعتقد ده هيكون بديل افضل بكتير بالنسبة للكاميرات الخلفية اللي افضل تحديدا في التصوير الليلي. الموبايل ما فيهوش لمبة اشعارات ولا مايكروفون اضافي لعزل الدوشة، ولا بيجي في العلبة سماعات للودن زي ما ريلمي عودتنا، ولكن الموبايل بيدعم بلوتوث الاصدار الخامس وانظمة ملاحة وجي بي اس وشبكات 4G وواي فاي شغالين بشكل مميز جدا. كمان عندك مستشعرات تسارع وقرب وبوصلة، وبيدعم كمان راديو اف ام، وكمان بيدعم الـ OTG عشان تنقل الملفات بتاعتك براحتك من خلال الوصلة اللي انت بتشتريها. وسائل الامان هنا هي بصمة الصباع في الظهر، شغالة كويس وسريعة ما فيهاش مشاكل، وعندك الفيس انتوك عن طريق التعرف على وشك من خلال الكاميرا الامامية. اما علبة الموبايل ففيها الموبايل وعليها سكرين حماية متركبة من الشركة مسبقا، معاك راس الشاحن، وصلة الشحن USB Type-C ودبوس معدني وكتيب التعليمات والضمان. كمان عندك جراب شفاف للحماية، انصحك انك تستخدمه لان بروز الكاميرا هنا يعني كبير شوية. البطارية قللوها شوية عن C15، ولكن تفضل برضو بطارية كبيرة وسعتها مميزة وكويسة وتكفي معاك بالاستخدام، فهي جاية بسعة 5000 ملي امبير وتشحن بقوة 18 واط، والشاحن السريع مرفق في علبة الموبايل. وتقدر تستخدم الموبايل كمان كباور بانك وتشحن موبايلات تانية من خلال الشحن العكسي اللي بيدعمه الجهاز. يعني بشكل عام معاك بطارية بتعيش وقت طويل، وكده كده المعالج ما يعتبرش مستهلك للطاقة بشكل كبير، معاك شحن سريع يأثر عليك وقت الشحن الطويل. بشكل عام البطارية هنا ما تعتبرش نقطة ضعف، تعتبر نقطة تميز كبيرة ولصالح المستخدم. بص يا سيدي، الموبايل ده ما بيقدمش معالج منافس ولا كاميرات منافسة، ولكن بيقدم لك شاشة 90 هرتز وشاحن 18 واط شحن سريع وبطارية كبيرة. فهل تعتقد ان المميزات دي واللي سبق ذكرتها لك في الفيديو قبل كده تستاهل انك تفكر في الموبايل ده وتفضله عن غيره من المنافسين؟ فانا محتاج انك تجاوب على السؤال ده. اما من وجهة نظري الخاصة فانا شايفة ان ريلمي كانت بتهزر لما نزلت الموبايل ده حتى برغم 90 هرتز. بالنسبة لي ب3000 جنيه هشتري الريلمي 6i او النوت 9 من شاومي، او اوفر على نفسي مشاكل الشركتين وعيوب الصناعة اللي ظهرت مؤخرا واشتري الاونر 9 اكس لايت بسعر 3000 جنيه. اما بالنسبة لسعر الريلمي C17 فهو 3590 جنيه، النسخة الوحيدة اللي هي 128 جيجا مع 6 جيجا رام، وهيكون متوفر للبيع يوم 25 اكتوبر، وهحط لك برضو لينكات الشراء بمجرد توفرها تحت الفيديو ده في صندوق الوصف.